وعلى بك أنا كامل بلي عصارة النفايات هي مادة سائلة جد خطيرة، لهذا كاين مشاريع بينها هذا المشروع تاع محطة بومبرداس وبرج والبويرة، بالإضافة إلى 23 محطة أوسي، يهدف إلى معالجة هذه العصارة لحماية المواطن صحته وحماية البيئة بشكل كبير. لهذا هذه التكوينات راح تساعد باش يكون عندنا إطارات مستقبلا هما اللي يقوموا بالإشراف على هذه المحطات، وكانت لنا الفرصة أن قمنا بهذا التربص، بالإضافة لكاين تربصات أخرى راح تكون إن شاء الله، ومادا بينا بالتوفيق لهذا زملاء. الهدف تاعنا هذه سيتون فورماسيون ليكيب اللي راح دير ليكسبلواتاسيون تاع لا ستاسيون، حنا نديرو لا رياليزاسيون لانجينيرينغ لا رياليزاسيون تاع لانستالاسيون، ابري نديرو لا ميزون سيرفيس دو لا ستاسيون نمشيوها، ابري كاين اون ليكيب اللي راهي رايحه هي تجيري لا ستاسيون، دونك حنا هذيك ليكيب باش تقدر تجيري لا ستاسيون لازم تكون فورمي ديجا في الدومين. فورماسيون ما شاء الله خلاتنا نشوفوا كيفية تسيير عصارة النفايات اللي هي حاجة خطيرة على الانفيرونمون، على الإنسان، على الحيوان. استفدنا كيفاش نعالجوها، كيفاش نتصرفوا معها.